أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا قل انظروا ماذا في السماوات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل ما كذلك حقا عليك كذلك حقا علينا نريد المؤمنين ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا
فإن بعت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن يهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل وما عليكم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى
انما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف صدق الله العظيم. واتبع ما يوحى إليك واصبر 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 حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير
استغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم ثم مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضل إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفرون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا لا سحر مبين صدق الله العظيم. سألوا قلبي عن الذي يلهي أجاب في أدب حب النبي محمد يكفيك. عشنا سويا مع دستور الأرض والسماء تلوى على مسبع حضراتكم سفير قراء جمهورية مصر العربية وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد الشناوي أولاد الدفلاوي المقيمين بجنبها باسم عائلات هارون. نشكر كل من تقدم إلى هذا العزاء وتحمل مشقة السفر والشكر للجميع وإنا لله وإنا إليه راجعون.